إذا رجعنا معكم في الفيديو الجديد، غنهضروا في الفيديو على عتبات الانتقاء ديال السبيت. وصلوني بزاف ديال التساؤلات على حساب العتبات ديال الانتقاء بالنسبة للمعاهد أو المعهد ديال التمريض اللي هو السبيت. يعني الأغلبية ديال الأسئلة كيقولوا أنه يعني واش اللي كان عندي قد هكا ديال يعني عندي 15 ولا 14، واش غنتقبل في هاد الشعبة أو لا. المهم انا دابا دابا على عتبات الانتقاء، وغنقول لكم يعني ماشي واش غتقبل ولا لا. العتبات الانتقاء كما كنقولوا على حسب الناس اللي دفعوا ديك الشعبه، شحال دفعوا وشحال عندهم في النقطه. يعني اذا كان عندهم نقط طالعه فعتبات الانتقاء تكون طالعه، يعني ولا كان عندهم نقط هابطين هذوك اللي دفعوا بزاف في ديك الشعبه، اذا كان عندهم نقاط هابطين فالعتبه ديال الانتقاء تكون هابطه. نبداو. المهم هادو عتبات الانتقاء ديال العام اللي فات، الاول اللي فاتو، هادو تقدريه وصافي. يعني بحال اللي كنقولوا اقل حاجه ممكنه. يعني مثلا الا قلنا 15 بالنسبه للابو، يعني كنقولوا ان 15 هي اقل حاجه. المهم ندوز لعتبات الانتقاء باش نشرحوا اي حاجه ولا خو ديال. المهم هنا عندنا المجال ديال الشعب ديال العتبه، هنا عندنا الشباب، هنا عندنا المجال ديال العتبه. يعني تقدر تكون ما بين اونتر 13 و14.1 او لا نقول حتى 14.5 يعني التوقيت الطبي. بالنسبه لمصحح النطق كيكون من 14 حتى 15.5. بالنسبه لمقوم البصر واحد الحاجه، عاوتاني كل اسبيس وعندها عتبه انتقاء ديالها. يعني كل اسبيس كتكون عندها واحد العتبه انتقاء ديالها، لانه كل اسبيس فين جات. مثلا ديال كازا ماشي بحال ديال طنجة، ماشي بحال ديال تطوان. يعني بحال هكا ديال تطوان، يعني كيهزو هما كيتصايبو البري سيليكسيون على حسب الناس اللي دفعو لهم الناس اللي كاينين هنا واللي دفعو، على حسب عاوتاني الشعبة وعلى حسب البلاصة وعلى حسب الناس اللي دفعو واش عندهم نقط طالعة أو لا هابطة. المهم حنا كنقولو بصفة عامة وصافي. التوقيت الطبي قلنا 13 حتى 14.1. مصحح النطق من 14 حتى 15.6. مقوم البصر من 14 حتى 15.6. نفساني حركي من 13 حتى 14.8. اما بالنسبه للشعاب ديال يعني بالنسبه للشعبه ديال البكالوريا اللي قدرت تدفع لهاد الشعب، ديجا ذكرناها في الفيديو اللي فات، كنا ذكرنا هادشي هذا كامل. يعني قلنا التوقيت الطبي شكون غيدفع له، واش علوم تجريبيه، واش علوم رياضيه، واش يعني الاداب والعلوم العصريه، يعني الاداب العصريه. المهم كنا ذكرنا داكشي كامل في الفيديو اللي فات. بقات لنا ديك عتبه الانتقاء ما كنتش ذكرتها في الفيديو اللي فات، وصايبت لي فيديو خاص ديالها. المهم فين وصلنا نفساني حركي من 13 حتى 14.8. القبالة من 12 حتى 13.5، يعني هذه كما قلنا عتبة هابطة شوية بالنسبة للناس اللي كيدفعوا. المهم ممارس متعدد التخصصات 13.3 14.8، يعني من 13.3 حتى 14.8، يعني كيكون السوي معقول كما قلت. بالنسبة لهاد النقاط راه كتكون بالجهة الوطنية، يعني ماشي يعني النقطة العامة، كتكون بين الجهوي والوطني. يعني الجهوي كتحسب 25% والوطني 75%، ويعني كتجمع في ديك الشيء. المهم الا بغيتو ديروا الحساب على صايبو الصفاصل. اصلا ملي كتمشي تدفع، ملي كتدفع في السيت وهما كيحسبوا لك يعني كيحسبوا لك بين الجهوي والوطني، ولكن قبل خاصك تختار بدا السوي. المهم خاصك تختار بدا الشعبه اللي غاده مع السوي اللي عندك، مع النقطه اللي عندك. المهم بالنسبه للجهوي عندك صايب 0.25 الضربة في النقطة الجهوي، زائد 0.75 الضربة في الجهوي في النقطة ديال الوطني. يعني صايبو 0.25 فوا النقطة الجهوي، زائد 0.75 في النقطة ديال الوطني، وديكشي اللي عيعطيكم يعني اونتر الجهوي والوطني. يعني داكشي اللي عيعطيكم هو العتبة اللي عندك أولا النقطة اللي عندك اللي كتخول لك أنك ترشح لهاد ليسبيس. بالنسبة للممارض متعدد التخصصات كما قلنا 13.3 حتى 14.8، وكاين العام اللي فات اللي دفع ب 12.5 أو 12.8 وتقبل. هادشي كما قلنا بالنسبة
الناس اللي يدفعوا بزاف، يعني كاين بزاف الناس كيدفعوا وكيكون عندهم النقاط طايحة، وداكشي اللي كيطيح السوي. ممارض في الصحة النفسية من 11.7 حتى 12.8، دونك كيكون هذا السوي هابط. الناس اللي كيقولوا واش إذا كانت عندي 11 أو 12 واش نقدر ندفع ولا لا، يعني كاين بعض الشعاب اللي تقدر تدفع لهم، اللي بحال ممارض في الصحة النفسية وعندك القبالة تاعي. ندوزو الشعاب الأخرى. المهم هادو الشعاب اللي عندهم السوي طالع، هو التخدير والإنعاش. عندكم التخدير والإنعاش، عندكم الأشعة، وعندكم المختبر، يعني كيكون السوي طالع، اللابوراتوار، الغاديولوجي، وعندكم ممارسة في التخدير والإنعاش. المهم هنا التخدير والإنعاش عندكم من 15.5 حتى 17.9. هنايا ممارس في الصحة الجماعية عندك هنا 11.8 حتى 12.8، يعني هذا سوي حتى هو سوي معقول. ممارس في العلاجات المواليد من 12.1 حتى 12.8. بالنسبة للتقني في الأشعة يعني الراديولوجي عندك من 14.9 حتى 16.1، ويقدر يكون كتر، يعني يقدر يكون كتر لأنه كاين بعض الناس اللي عندهم 17 وتقبلوا في الأشعة. حنا كنقولو غير السوي، يعني مجال العتبة، يعني العتبة يقدر يوصل للعتبة حتى 16.1، باش تفهم واحد اللون، يعني يقدر يوصل للعتبة حتى 16.1 حتى 16.5. المهم ديما كتسمعوا انه في الغاديو او اللابو كيقول لك من 15 الفوق، هادشي اللي كنسمعوا، يعني من 15 الفوق. العام اللي فات كنظن العام اللي فات، المهم بعض الناس اللي كانوا دفعوا للمختبر كان عندهم شي 15 فاصله، المهم ما كانش عندهم فاصله بزاف ولكن ما تقبلوش. ديك الشيء كما قلنا على حسب الناس، لانه العام اللي فات الاغلبيه الناس جابوا نقاط عاليه وما كانش تقبلوا في يعني في لي زيكول، ما كانش تقبلوا ودفعوا لي سبيس، وخصوصا كانوا دفعوا للمختبر، كانوا دفعوا المختبر وطلع السوي. يعني فاش دفعوا المختبر الناس اللي عندهم نقط طالعة وما تقبلوا في حتى حاجة، طلع السوي ديك الساعات. داكشي اللي كاين. المهم يعني فاش كيكونوا بزاف الناس عندهم نقط طالعة وكيدفعوا لواحد الحاجة كيطلع السوي. بالنسبة لتقني الأشعة كما قلنا من 14.9 حتى 16.1، تقني الحمية والتغذية 13 حتى 15.2، تقني محضر في الصيدلة من 13 حتى 14.5، أما بالنسبة لتقني الصحة والبيئة من 13 حتى 14.5. دوزو دابا، هادي كما قلنا هادي العتبة ديال الأعوام اللي فاتو. أما بالنسبة للعتبة ديال هاد السنة راه ما كتخرجش شي حتى كينتهي التسجيل. اما بالنسبة للتسجيل كما ديجا قلنا وديما كنعاودوها، التسجيل باقي ما بدا. موقع التسجيل يعني كيكون ماشي هو هذا، المهم كتزيد واحد اس هنا، واحد الس هنايا، عفوا واحد الس هنايا، ولكن هذا الموقع ديال لي سبيتس نيت، يعني هذا الموقع ديال لي سبيتس، هذا الموقع ديال لي سبيتس. هتدخلوا لي له، هتلقاو يعني تلقاو كاع المعلومات اللي كاينين تما على حسب على الشعاب وكذا. غتلقاو انه كاين واحد البلاصه في الجناب سميتها مكتوبه فيها بري انسكريبسيون، بري انسكريبسيون اونلاين، وهذيك راه مازال ما خدام. فوقاش كتخدم حتى كيخرج، حتى كتخرج السيركولير وكيخرج انه يعني كتخرج التسجيل الانسكريبسيون، عاد كيخدم ديك الموقع. بالنسبه لديك الموقع ديال البري انسكريبسيون اونلاين مازال ما خدام. بالنسبه للماده الاولى ديال المباراه ديجا هضرنا عليها، يعني كيكون اللغه الفرنسيه كتكون ساعه، وكيكون المعامل ديالها واحد. اما بالنسبه للماده الثانيه فكتكون على حسب الشعبه اللي اخترتي، يا اما اس في تي اللي كنخدموها دابا، يعني كنخدموا الاس في تي، خدمنا الجميع. المهم خدمنا دابا شي 3 دروس او 4 دروس، بالتلخيص ديالهم بالكيو سي ام ديالهم كلشي. اما بالنسبه للفيزياء يعني كتكون فيزياء، او ثاني بالنسبه مثلا الغاديولوجي عندك الكيمياء الشيمي، عندك الماط الفلسفه، الفلسفه وعلم الاجتماع. الماده الثانيه كتكون فيها ساعه ونص، وكيكون المعامل ديالها جوج، يعني كيكون مطول. الا جبتي مثلا في العلوم الحياه والارض واحد النقطه طالعه والفرنسي ما خدمتيش فيها مزيان، يعني تقدر عندك الحقيقه انك تقبل، يعني عندك واحد بورسنتاج كبير انك تقبل لانك خدمتي معامل جوج مزيان. اذا بالنسبه هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذايا،